في باش نقدم لكم الكعك الشمالي هو وصفه خدمه لاله فاطمه الزهراء السعيدي. مقادير غنحتاجوا كيلوغرام ديال الدقيق الابيض، سكر سنيده جهد جوج كيسان، غنحتاجوا 4 المعالق كبار ديال الزنجلان. لاله غنحتاجوا كذلك معلقه كبيره ديال حبه حلاوه ومعلقه صغيره ديال النافع، رشه صغيره ديال الملح، وغنحتاجوا كذلك القشره ديال البرتقاله تكون محكوكه، كيس ديال الفاني. وبطبيعه الحال غنحتاجوا كذلك الخماره ديال الحلوه، نحتاجوا منها جوج ديال لي ساشي. نحتاجوا كذلك زيت جوج كيسان وكاس صغير ديال ما زهر والماء، غنحتاجوا 3 ديال الكيسان بالحساب. لاله فاطمه الزهراء سعيدي قدمت لنا هذا الكعك الشمالي اللي هو زوين بزاف وكيطلع غزال. مقاديره سهله كيف ما قلت لكم، كيلوغرام فقط ديال الدقيق الابيض، غنحتاجوا كذلك سكر سنيده جوج كيسان، غنحتاجوا 4 المعالق كبار ديال الزنجلان ومعلقه كبيره ديال حبه الحلاوه، بالاضافه لمعلقه صغيره ديال النافع ورشه ديال الملح، قشره ديال البرتقاله محكوكه غادي نحتاجوها، جوج ديال لي ساشي ديال الفاني، وكذلك غنحتاجوا جوج ديال الخماره ديال الحلوه. غنحتاجوا كذلك زيت جوج كيسان، كاس صغير ديال الماء زهر، والماء ديال 3 ديال الكيسان. الصراحه الله يحسن عوانا ديما حنايا موجدين هاد المقادير، وديما عندنا الخماره ديال الحلوات بالزايد، وكذلك المقادير ديال الحلوه وديال الدقيق. فكنتمنى انكم توجدوا كل هاد الوصفات وتردوا علينا الخبر. غادي نكمل لكم بالنسبه لطريقه التحضير. فحنا كنخلطوا المكونات مزيان حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي لينه، كنحضروها على شكل قضيبات صغار وكنحولوها اولا كنشكلوها على شكل دائري، كنزيدوها بواسطه المنقاش ومن بعد كندخلوها للفران. تبارك الله عليكم ونا العالمي. قالت لك لاله فاطمه الزهراء راكي ديما رائعه الله يحفظك. بالنسبه لفاطمه الزهراء فكذلك عطاتنا واحد الغريبه ديال الشوكولا، غادي نكمل مع الغريبه ديال الشوكولا ديال لاله فاطمه الزهراء اللي قدمت لنا فيها الشوكولا اللي غيكون دايب 100 غرام بيان سور على طريقه الباماري او لحمام مريم. حبيبه الشوكولا غنحتاجوا ال 50 غرام او اللي كيتعرف بالشوكولا فيرميسيل، غنحتاجوا كذلك السكر الثقيل 50 غرام، 3 ديال البيضات، جوج ديال لي ساشي ديال خماره الحلوه، وكذلك غنحتاجوا جوج اخرين ديال لافاني. لالا غنحتاجوا كذلك شوكولا بودره مره يعني بلا سكر 50 غرام، وغنحتاجوا دقيق ابيض 240 غرام، غنحتاجوا شويه ديال الملحه والتفنيد. فهنايا غنستعملوا سكر كلاسي وسكر سنيده، طريقه سهله باش نوجدوا هاد الحليوه ديالنا، هاد الغريبه ديال الشوكولات، لان فيها تبارك الله الشوكولات مذوب والشوكولات حبيبات، وحتى الشوكولات لا بودغ ديال الشوكولات باش هكذا كتجي غريبه 100% ديال الشوكولات. غنحتاجوا في طريقه التحضير ديال الغريبه بالشوكولات، نذوبوا الشوكولا من بعد كنزيدوا عليه المكونات السائله كامله، وكنضيفوا ليها المكونات الجافه، يعني كنبداو بالحاجه السائله وعاد كنبداو نخلطوا يعني في الخماره ديال الحلوه وفي يعني وفي الدقيق وفي كل حاجه يعني في هذه المكونات اللي كتكون يعني جافه. من بعد كنخلطوا كل شيء مزيان، كنديروا منهم كويرات، كنحاولوا اننا نديروهم او نحطوهم دغيا على سنيده، كنمرروها على سنيده وكذلك على سكر ثقيل. كنقادوا الطواد ديالنا اللي كتكون طبيعه الحال مصوبه باش تدخل الفران، كندخلوها الفران الوقت الكافي باش كطيب هذه الحليوه حتى كتبان لينا كتشقق، عاد كنخرجوها. يعني نحاولوا نردوا البال وعينك ميزانك لالا، وكل سيده ادرى بالفران ديالها. نكملوا الطياب ديالنا ونطلعوها للفوق، يعني هي كتحيدها فاش كتبدا كتشقق كنحيدوها من التحت وكنطلعوها للفوق باش كتكمل الطياب ديالها ونقدموها بالصحه والراحه.